ادي الجوازة التانية اهي لأماندا. طبعا دي يا جماعه الكلبه اماندا اللي احنا قلنا ان هي رجعت عشان تتجوز وتخلف وحاجات زي كده. كانت واخده كورس تدريب عندنا، تمام، كلبه ذكيه جدا، ودي تعتبر الجوازه الثانيه ليها من ايفانا اهي، تمام. طبعا احنا ادينا جوازه قبل كده من ايفان برضو، والنهارده بنكرر ايفان. حطينا ايفان مع اماندا لتغميق اللون، لان طبعا الكلبه وشها مكشوف وشها فاتح، حطينا معاها كلب وشه غامق ومقفول. فاحنا بنحاول في الجيرمان بالذات ان احنا نحط شيء مع شيء يكون مناسب ليه، عشان الجرو اللي طالع يكون الانتاج كلب كويس. يعني الكلب عشان عندها الوش مكشوف ادينا لها كلب وش مقفول، تمام. فالناس برضو اللي بتجوز كلاب لبعضيها، شوف كلبتك شكلها ايه ووفق لها الذكر اللي يكون مناسب ليها. يعني ما نروحش نجوز كلب وش مفتوح مع كلب وش مفتوح، هتجيب لي جرو الوانات فاتحه. فحاول ان انت تميز في الجوازه شويه. Thank you.
طبعا الكلب ده مشكلته لعب شويه يعني في الاوامر الطاعه بتاعته شويه لعب، وبرضه بنوجه رساله لصاحب الكلب ده ان نحاول نعمل عمليه ثبات لنفسي وانا بنتكلم او بنتفاعل مع الكلب ده. تمام تلعب يا بلاش كم؟ ها تعال شاطر سلم خليك مؤدب كده اقعد العيال الصغيره بتكبر تعال شاطر سلم لا ايه التنفيذ ده تعال اقعد سلم شاطر سلم 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 لا انزل تحت انزل تحت يلا طيب يلا شاطر يا جدع